UNFM 91.2. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين. هذه الدروس أيها المستمعون الأفاضل دروس خفيفة قصيرة نسوقوها الحجاجنا الميامين تزيدهم توعية واستعداد. حبينا نسميوها الدروس هذية بعنوان شعار الرحلة الربانية، فسميناه برنامج لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مرحبا بكم يا ضيوف الرحمن وأيها المستمعون الأفاضل، وكنا قد قدمنا لكم في الحصة الماضية أحكام الإحرام، واليوم مش نقدموا لكم أحكام الطواف وأنواعه. وأنتم توا يا ضيوف الرحمن، أنتم توا محرمين وداخلين المكة المكرمة، تلبيوا وتدعيوا وتهللوا وتكبروا وتوصلوا وتسكنوا في النزول متاعكم، وبعد تخرجوا وأنتم توا محرمين، إيش مش تعملوا؟ مش تعملوا الطواف. المفرد مش يعمل طواف اسمه طواف القدوم، والمتمتع مش يعمل طواف العمرة، والقارن مش يعمل طواف القدوم، ملا الكل مش يدخلوا يطوفوا، لكن كل واحد والنية متاعه. والطواف عندنا 5 أنواع للطواف، احفظوها هذية، 5 أنواع للطواف الكلهم كيف كيف يتغير فيهم كان النية. الطواف الأول اسمه طواف القدوم، والثاني اسمه طواف العمرة، والثالث اسمه طواف الإفاضة، هذا الركن متاع الحج، والرابع اسمه طواف التطوع، والخامس اسمه طواف الوداع، وحكمه سنة عند المالكية وواجب عند غيرهم. هذه 5 أنواع طواف الكلها كيف كيف يتغير فيها كان النية. طيب الطواف كي نقوله طواف عنده شروط صحة كيف الصلاة، لابد أنها تتوفر. شنية شروط الصحة؟ أول شيء اللي مش يطوف يكون على وضوء، ثاني شيء يكون مستور العورة، ثلاثة يكون يمشي على سقيه للقادر، أما العاجز يجوز باش يركب في عربة مدفوعة، إذن المشي للقادر، 4 أن يكون البيت على يسارك وأنت تطوف، 5 أن تنطلق في الطواف وتبتدأ من الحجر الأسود وأن تنتهي عنده، 6 الموالاة يعني الأشواط تكون في جرة بعضها ما تنقطعش، مش تعمل 3 أشواط وتخرج تمشي تفطر وترجع بعد تكمل 4 أشواط، لابد 7 في جرة بعضها. ثم إذا كملنا 7 أشواط مش نصلي ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم في أي مكان يتسع من المسجد الحرام والحمد لله، هكا الركعتين حكمهم الوجوب وما يتم الطواف إلا بهم، إذا واحد ما كملش الركعتين يتسمى الطواف متاعه ناقص. إذن لا يجوز أنك أنت تطوف تعفص على الشاذروان، هكا البناء المنحدر اللي لاصق للكعبة الشريفة، لا يجوز تطلع الطوف فوق الحطيم وين حجر سيدنا إسماعيل، لا يجوز تشق حجر سيدنا إسماعيل لأن ذلك كله من البيت. إذن هذه الأشياء لابد أن تتوفر، وألا تقطع طوافك إلا لأجل صلاة الفريضة، أما إذا كان صلاة جنازة ولا صلاة عيد ولا أي صلاة أخرى ما تقطعش طوافك، الطواف لا يقطع إلا لصلاة الفريضة، فإذا أتممت الفريضة تعود إلى طوافك. ومن شك في عدد الأشواط يبني على الأقل، قل زعمانا في 5 ولا في 6 قل في 5 هكذا، ولا تجوز الزيادة على العدد إن كان متيقنا، إذا أنت متيقن ما تقولش تو نزيد شوط 8 يبطل طوافك، رد بالك. ولذا هذه جملة من الأحكام تتعلق بالطواف وأنواعه، وهناك كثير من السنن والتفصيلات الأخرى يقدمها السادة المشايخ للحجاج في الدروس الخصوصية، وإنما هذا تذكير عام عبر هذا البرنامج لضيوف الرحمن
وبعد ما يكمل الحاج الطائف صلاته يدعي دعاء الملتزم ودعاء مقام سيدنا إبراهيم ودعاء حجر إسماعيل، ثم يتوجه إلى بئر زمزم ليشرب ويتضلع من ماء زمزم. وسنواصل رحلتنا مع ضيوف الرحمن في الحصة القادمة بحول الله تعالى، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.